ونحيي دار الثقافة على اهتمامها برمز من رموز هذه المنطقة وبهذه الفنانة الكبيرة اللي عندها سماتها وعندها شخصيتها دون بقية الفنانات الأخرين. فما رابط قوي كبير يربطني بحسيبة رشدي، بيني وبينها 39 سنة بالضبط، بالضبط باليوم والشهر والسنة. هي مولودة في 10 جانفي 1918، وأنا مولود في 10 جانفي 1957، يعني قد بعضنا. أنا عائلي أكثر مش معناها، ولكن باش نتلمسوا مع بعضنا هذه الشخصية وربما نثيروا بعض قاساتنا كما حسيبة رشدي. نحكيو في الكهرباء لما خرجنا من المنطقة بدينا نقربوا معناها في السنوات هذيك مولودة عام 18، بعد 20 سنة عام 38 قرابه 40، يعني كيفاش كانت الظروف، كيفاش كانت امكانيات التنقل، كيفاش وسائل النقل موجوده على مستوى الطرقات والكياسات وكذا. ان شاء الله الجهه هذه والمسؤولين يبلغوا باش تنهض هذه المنطقه بجهتها، وحتى في الولادات الصغار شفت ولاد صغار اللي يقراوا في المدارس الابتدائيه يقطعوا معناها مسافه بما في الطريق من مخاطر ربي يقويهم. حسيبة رشدي كما تعرفوا كما قال رشيد وعرفت عليها، خرجت من المنطقه بتاعها، مشات الزرت، مشات الماطر، مشات لصفاقس، عندها بصمه، ثم في الاخير عادت الى اصلها وتعاطت الفلاحه. باش نعطي بعض يعني بعض الاشارات. هي في الاول كانت تحلم بانها تكسب فونوغراف، واعتقد انه كسبت هذا. فتحيه خيري حسب معلوماتي والمعلومات حتى الموجوده في الكتاب صديقنا سعد الرحمن، انه فتحيه حسيبه رشدي هي فتحيه خيري وضمتها الى فرقتها تحب كوكب الشرق. الفنان شيخ الفنانين محمد تريكي هو اللي احتضنها وبعدين تزوجها لانه حبها. غنت في باريس اول ما غنت حلقت لي قليل العشاقة، ثم ساق نجعك ساق، ثم بالله يا حمد يا خليا اللي الاغاني هذه كانت على موعد مع المساروة عند اقامتها في مصر عند ثر ضاع كما برشا تسجيلات اخرين ضاعت. حتى في الخزينة اللي ذاع بحثت عليها ما عندناش، يعني مش موجود في التسجيل هذا. يبدو حسيبة رشدي كانت امراه مثقفه، ثقفت روحها باش وصلت، ما كانتش مطربه تغني فقط، معناتها والدليل على هذا انه وصلت حتى الملكة، وصلت كما كنتوا تشوفوا معناتها الفيديو كما قال حبيب، فهذا طبعا اللي في وقتنا توا نادر جدا باش تلقى مطربه تزيد تثقف روحها وتكون بالحق عن معناتها عن جد تخدم العمل نتاعها، تخدم امنيتها اللي هي الغناء. الفنانات هذوما كانوا عندهم حتى دي سالون معناتها خالطوا كبار الشعراء كبار الموسيقيين. فمن الفتره نتاعها اللي تعرفت عليها على محمد تريكي، وبالحق سيتي ان غران امور ما بيناتهم، حبها برشا وحبته وتزوجوا وكون لها فرقه وقتها بوكتوبر لحن لها الاغاني، كون لها فرقه من اعز الموسيقيين منهم عم هيتي جوين الله يرحمه على العود، سي علي سريتي يعزف على العود، سي ابراهيم صالح على اله القانون، وكان يقودهم كم شيف اوركستر طبعا قدوا الاصرار في لانه كان هو بارز في الوقت هذاك على اله الكمانجه وكان يلحن ايضا، وبالطار سي طاهر بدره كانت في الفتره هذيك هذه التخت كان تخت هكايا، وفما تصويره حلوه برشا في الالبوم تاع الوالد هي واقفه وهما معاهم مصورين، يعني اللي قاعده نقول فيه بالحق موجود في التاريخ وصار. في السماء
والسماء في عيونك يا اللي والتاريخ عريق ونحبوا برشا كما الفنانات الاخرين اللي ذكرتهم اللي هما عندهم فضل كبير 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 لانه كانت في الوقت هذاك كانت الامور صعيبه برشا باش واحد يخلق. تعرفوا اللي في الوقت هذاك المجتمع نتاعنا صعيب باش يقبل بنته ولا اخته ولا زوجته باش تكون فنانه، يعني تعبوا باش وصلوا وجاهدوا ووصلوا وخلاوا البصمه نتاعهم. الله يرحمهم. الواقع جوابا على سؤالك سي الحبيب، انا المعلومه هذه ما وردتش في الكتاب، لذلك انا ما نعرفش اسكو وقع لحن لاحدى اغاني حسيبه من قبل الملحن زكريا احمد، لكن المؤكد ان حسيبه رشدي عندها علاقه باغلب فناني مصر، عندها علاقه ب الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، عندها علاقة كذلك بعبد الحميد حافظ اللي قرأت معاه في الكونسيرفاتوار في مصر في معهد الموسيقى، وعملت غنية معاه غنية تقول هي اللي هي غنية ممتازة جدا وسجلتها في إذاعة شرق الأردن الشرق الأدنى اللي بعد أصبحت اسمها كان ذكرني ربي إذاعة القدس هذه ذكرتها في التالي اسم الإذاعة مانيش متأكد أما ذكرتها. السينما الغنائية إذا كان باش نتحدثوا عليها هي في الواقع المحمل اللي يحمل الأغنية. سيادتك سي الحبيب ذكرت اللي أم كلثوم ما كانتش ممثلة جيدة وكذلك حسيبة رشدي وغيرهم، صحيح كلامك، لكن السينما خذوها كوسيلة للتعريف بالأغنية وانتشار الأغنية، لأن العصر هذاك كان العصر عصر الاسطوانات، عصر الاسطوانة وعصر التسجيلات. حسيبة رشدي كذلك عندها علاقة بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وكذلك بكوكب الشرق السيدة أم كلثوم. وقت اللي مشيت لمصر كان في استقبالها في تلك الفترة جلالة الملك فاروق ملك مصر والسودان استقبلها وعمل استقبال مذخم على شرفها، وكذلك السيدة أم كلثوم هي كريت شقة بحذا منزل أم كلثوم أخضعتها لامتحان. الامتحان هذا كان فيه حاضر الموسيقار محمد عبد الوهاب ونجحت فيه السيدة حسيبة باقتدار. من بعد المحبة اللي تكونت بيناتنا والعطاط اللي صارت بيني وبينها صارت فعلا أمي. كل الأيامات اللي كنا نصوروا في الفيلم أول مرة راحة ما نعرفهاش على خاطر كانت تعيش في مصر وأنا وقتها صغيرة بالكل معناها مازلت ما عملتش 17 سنة. عمر خليفة يحكي لي عليها تعلقت بها برشا، كانت عندها مجازع كبيرة تبيع في الحوايج اللوكس برشا برشا والغاليين في شارع باريس، كنت كل يوم من الصباح يقوم يمشي نقعد بحذاها في البوتيك، وهي عجبتها برشا فيزيكمون كانت معجبة بيا كمنظر كزين كطفلة صغيرة بحذاها والكل، كانت تحب تلبسني تقولي انت كي تكبر تقولي تلبس حاجات سينية البلاد تقلبها، وكنت معجبة بها في طريقة لبسها. ما نساوش زادة اللي عاونها برشا وعطاها برشا ريسبي برشا احترام خاصة في مصر أنها متزوجة إنسان معناها قنصل أمريكي كان في تونس وزوج كبير، وهذاك اللي زاد عطاها اسم كبير وعطاها حظوة في مصر أنها نسكن ولا تقدرها وتفرح بها بالطبيعة مرت دبلوماسي أمريكي، واحنا نعرفوا المكانه اللي عند امريكا في العالم اجمع من قبل مش من توا.
دونك بالنسبه لي انا كان ايدول، كانت بالنسبه لي انا حاجه معناها نحب نتعلم منها كل شيء، خاصه لبستها تعرف تلبس بالكدا، طريقه شعرها كيفاش تعملوا اللي توا ما نجمتش نتعلمها كيفاش تعمل بانانا في شعرها، فريمون حاجه براها كان في السينما الامريكانيه. حكيت لي برشا حكيت لي قالت لي كنت في مصر راهم حبوا يقتلوني، قالت لي انا رجعت لتونس خاطر كنت مهدده بالقتل. قالت لي اولا انا راجل دبلوماسي امريكي، وثانيا انا قالت لي ملي وصلت غاديكا اعطوني 5 افلام بطوله في جرد بعضها، وال5 افلام فيهم غناء، واللي كانت شاده المشهد وقتها هي كوكب الشرق، ما يساعدهاش ان واحده جات من تونس باش تفك لها البلاصه. 5 افلام بطوله في جرد بعضها ماهيش حاجه سهله، الناس تقعد عشرات السنين باش تعمل 3 و4 افلام، هي 5 في جرد بعضهم في مده وجيزه، واشتهرت برشا ولا عندها اسم كبير برشا. ديما نرجعوا اللي على خاطر زاده اللي يعاونها برشا هو رجلها امريكي الجنسيه. دونك هذوما الحاجات اللي حكيتهم لي مني ليها، وبالنسبه لي انا شجعتني برشا وعطاتني انيلون، عطاتني دفعه باش نكمل شده صحيح. حياتها تشبه لي برشا، كنا من عائلات فقيره، كنا خرجنا من بلداننا ومشينا نلوجوا على الادوار كيف ارتبطوا ونبطل العاصمه ونلوجوا في الادوار ونلوجوا في الافلام. وتمثلني في برشا حاجات خاصه وانا حكيت لي وعطتني درس في هذاك انا كملته من بعدها. انا كانت قايمه بعائلتها، عندها اولاد خوها هي اللي ربيتهم وهي اللي كبرتهم وهي اللي صرفت عليهم، عملت نفس الشيء انا بعدها، هي كنت دائما نعين في عائلتي وكبرت ولاد خويا وقريتهم، وكنت حكيت لسيد المندوب قلت له مرة نعرفها من خلال المدرسه اللي في الباب ومن خلال المعهد نتاع ليزانجينيور اللي في المخرج نتاع ماطر من هونيا، لاني ولد خويا قريته غاديك طلع انجينيور، وولدي قريته في المكتب هذاك بيات خاطرني ممثله ما عنديش برشا وقت باش نجم نتلاقيه، حطيته بيات ولدي بروف دونجلي ومرته بروف دونجلي تو يعيش في امريكا عنده 20 سنه، وولد خويا يعيش في فرنسا انجينيور تبارك الله، وانا اللي قريتهم وانا اللي وصلتهم، وهذه حاجه لقيت نتشابه فيها انا وياها برشا برشا، مش نسينا رواحنا وتهينا بالفن والصهريات واللبسه لا 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 لا، احنا كنا عايشين من اجل عائلاتنا، حاولنا باش نخرجوهم من الفقر، حاولنا باش نوصلوا ولادنا واولاد اخواتنا الاماكن المحترمه خاصه تعليميا، قريناهم وتعبنا عليهم والحمد لله لقينا النتيجه باهيه برشا واحنا فرحانين بهذا. البرنامج هذايا خاطر حلو برشا، وهذايا عندنا على شبكه عندي نقول على انكم ناس ما تنساوش عروقكم، ما تنساوش قصوركم، ما تنساوش الناس اللي خرجوا من هذه البرنامج قبل المعركه هذه، اي حد يتكلم عليها ويذكرها بكل خير لانها شرطه للجهه، وشكرا. سلوى Yeah.
المرأة اللي في العصر هذاك ما كانتش سهل أنها مرأة تعمل سينما، خاصة وأنها ريفية من أصعب الحاجات. لكن الحمد لله باش حطوا وصلت برشا تحدي، برشا قوة، برشا شجاعة في المرأة التونسية اللي فما غيرها هذيك بزاف يكمل فيها المشوار هذا. وأنا واحدة منهم من البلاد اللي تربيت عليها واللي علمتني أنك لازمك تكافح، لازمك تشد صحيح، لازمك ما تسلمش، لازمك توصل للهدف نتاعك مهما كان. والحمد لله الله يرحمها ويخليها لنا الكل، وربي يبقي علينا الصبر الأحسن اللي مازلنا نكملوا في المسيرة إن شاء الله. اللي بعدنا يخضع لنا إن شاء الله ويكمل المسيرة، ونساء بلادي ونساء مصر. ينجم يكون لا مع الكل حال. وإن شاء الله في كما عملنا الحوايج برنامج وعملنا تاع علي بياحي وعملنا هاي باش نزيد ما حسيب الرجل نعمل حاجه باهيه ان شاء الله في المستقبل. في المستقبل نعمل حاجه باهيه حسب الرجل يعني ان شاء الله في المهرجان في المهديه. صور صور فما زاد معناتها امسيات فنيه، وهذا حلو يخلي اولاد المنطقه، يخلي معناتها الجينيراسيون الجديده اللي مساكنين هنا في المنطقه باش يتعرفوا على معناتها الفنانين، مش اللي معناتها كيما حسيبه رشدي بركه بعد هنا نزوروا حتى الفنانين اللي موجودين اليوم يتعرفوا عليهم ويشوفوهم. هذا شيء جميل وبادرة طيبة من هالمنطقة هذه الكل اللي حلوة برشا. اليوم أنا فرحان بوجودي في مهرجان حسيبه رشدي. طبعا الدعوة لما تلقيتها كنت فرحان برشا. أولا أنا نحب حسيبه رشدي كمستمع، ثم كان مشتغل في الإذاعة وحرصت في يعني خضم العمل الإذاعي بتاعي أنا نتصل بها ونسجل معها لقاء في دارها في سكر عام 93. ما تصورش كنت فرحان لما رحبت بالدعوة بتاعي باش نسجل لها، وأعتقد أن مسيرتها جديرة بأن تعرف من طرف الشباب ومن طرف المستمعين بصفة خاصة باش يعرفوا المعاناة اللي كابدتها هذه المرأة التي ناضلت من أجل أن تصل إلى المرتبة اللي وصلتها كفنانة. عرفت كيفاش تجاهد وعرفت كيفاش تذلل الصعوبات وتخلي بصمة
في مسيرتها وتخلي انطباع طيب وجيد لدى المستمعين من خلال نبرة صوتها، ألحانها، الشعراء، الملحنين اللي تعاملوا مع حسيمة برجو. شكرا بسينا، شكرا لكل الأهالي، شكرا للمهرجان، شكرا لكل القيادة اللي فرحوا بيا وفرحوا بمينا، إصرار يوسف ومحمد وعبد الوهاب الحناشي، بكنتي كذلك صديقنا الشادي. تحية لكم كمستمعين متفرجين، وإن شاء الله نرجع لهذه المنطقة ونستمتع بجمال الطبيعة بتاعها وبسهولها وبالخضرة اللي فيها. إن شاء الله الدولة، إن شاء الله الدولة تعيد الاعتبار لهذه الجهة وتهتم بها بتكون قريبة من الناس. تحية لكم جميعا. دورة متميزة على كافة الأصعدة والمستويات، تدل على أن الإخوة في جومين وفي بازينة من معتمدية إلى مندوبية ثقافة إلى دار الثقافة إلى المكتبة العمومية، كلهم جادين في الحفاظ على هذا المكسب الهام الثقافي الهام بالنسبة لمنطقتهم ولأيقونتهم ابنتهم هذه الفنانة الكبيرة اللي يحبوا يرعاوا تاريخها ويحبوا يخليوها ديما مجدها قائم وخالد حتى بعد الممات. وصلوا الآن للدورة التاسعة، نتمنى لهم المزيد من النجاح والتوفيق حتى يوصل هذا المهرجان إلى دورات أخرى ودورات أخرى ويعانق بإذن الله المغاربية والعربية ولما لا العالمية. أولا نشكرهم شكر جزيل على الدعوة، وأنا اليوم ما جيتش وحدي وإنما جيت رفقة الوالدة حبيبة أمي حبيبة اللي هي تحب حسيبة رشدي وبنت بلادها، يعني الوالدة على بعد أمطار من ولاد سعيد دار جدي الله يرحمه، على بعد أمطار من منزل العائلة بتاع حسيبة رشدي. فرحنا اليوم فرح كبير لكن كذلك حزننا، فرحنا وحزننا وكملنا فرحنا، والحاجة أننا نكمل الفرح. فرحنا بالأجواء الممتازة والتنظيم المحكم لهذه الدورة، هذا في الافتتاح على الأقل الحاجة الأولى، وحزننا لأن سمعنا بالسيد المندوب الجهوي سي العبيدي أنه وقع إقالته ضمن 14 مندوب للثقافة في الجمهورية التونسية، وكملنا فرحنا. فرحنا لأنه وعد من أحد الأبرار أنه باش يتعين سي خالد العبيدي في منصب مخير، وان شاء الله يتعين في منصب مخير، لان يعني المسؤوليات في نهايه الامر ماهيش دائمه، تتعين اليوم يعني يقع الاعفاء غدوه، يعني ماهيش مشكله يعني. فرحنا بوجود الاخوه الفنانين والفنانات، سلوى محمد رفيق الدرب حسيبه رشدي، الا امين الصرافي بنت سي قدور الصرافي اللي الف ولحن اغاني حسيبه رشدي، الكثير من اغاني حسيبه رشدي لحنهم سي قدور الصرافي الله يرحمه، سي عبد الوهاب الحناشي، وكان تنشيط الدوره من قبل سي الحبيب شغام بكيفيه محكمه. فيما يخصني انا قدمت كلمه حول السينما الغنائيه والاجواء اللي توجدت فيها حسيبه رشدي في مصر. هذا هو يعني الدوره التاسعه، نجموا تطلعوا على البرنامج اللي هو غني، البرمجه غنيه، والكل الفايت الوليدات هذوما، تعرف انا كنت مقري في المعهد بجنب دار الثقافه، يعني اول ما تاسس المعهد هذا قريت فيه عامين، يعني ولد الجهه نجم تقول، والفت كتاب على حسيبه رشدي وفاء مني لابن جهتي اللي ما وقعش تأبينها تأبين رسمي، فكان هذا الكتاب معناها تأبين لحسيبه رشدي الله يرحمها ومرجع لحياتها.